نرجع لمتابعتنا لاخبارنا. اللواء اركان حرب كامل الوزير رئيس اركان الهيئه الهندسيه قال النهارده واعلن عن ان معدلات حفر قناه السويس الجديده وصلت لرفع 192 مليون متر مكعب من الرمله خلال 6 شهور من الحفر. واضاف الوزير في مؤتمر صحفي في موقع قناه الاتصال بكيلو 67 بالقناه قال ان الهيئه الهندسيه بتقوم بالاشراف على حفر 35 كيلو متر بين نقطتين البلاح والدفرسوار و4 كيلو متر لقنوات اتصال ما بين القناتين دول. وهيئة قناة السويس بتقوم من ناحيتها بتعميق وتوسيع التفريعات الغربية للقناة لتكوين ازدواج يسمح بعبور السفن في الاتجاهين في توقيت واحد. عندنا يا فندم النهاردة 26 كراكة أمكانهم في الفترة اللي فاتت دي يعملوا حوالي 49 مليون متر مكعب. إجمالي أعمال التكريك حتى الآن 49 مليون متر مكعب، يعني تقريبا برضو من الرقم اللي تقريبا شبه دقيق وبرضو هيدقق وهيؤكد في نهاية الأعمال تقريبا بنسبة 19.6% من إجمالي كمية أعمال التكريك. بالنسبة للمرافق يا فندم، انتوا عارفين ان احنا همنا جميع المرافق في المعدية اسفل قناة السويس القديمة ثم الجديدة بنسبة 100% لكابلات الاتصالات سواء عسكرية أو مدنية، لخطوط الغاز، لسكك حديد الفردان، للمية والوقود بالكامل. الحاجة الوحيدة اللي وصلت الحمد لله ل 75% هي تمرير الكابلات. كنا 60-65% الأسبوع الماضي، وصلنا الوقت إلى 75% لتمرير الكابلات داخل الصيفونات أو الأجربة، يعني اللي احنا عملناها تحت القناة علشان نأمن احتياجات الشرق، شرق القناة يعني أقصد، من الكهرباء بالكامل. بالنسبة لصحارة ترعة سرابيوم، وإن شاء الله قريب قوي هنعمل مؤتمرنا الصحفي الأسبوعي في المنطقة دي عشان نوريكم حجم الأعمال اللي بتتم في الصحارة دي. دي صحارة زي ما قلت قبل كده 4 بيارات، 2 غرب و2 شرق، 4 مواسير خرسانية عملاقة 2.3 قطر الماسورة. البيارات الأربعة تقريبا دلوقتي بنشطبهم وبنعمل اعمال هندسيه معينه عشان نبدا ننزل المكنه. مكنه التركيك الافقي او مكنه حفر النفق نفسها وصلت الاسبوع اللي فات، وصلت تقريبا زي النهار، لا يوم الثلاث اللي يوم الحد اللي فات وصلت، موجوده في منطقه الترعه. ان شاء الله هتبدا خلال يعني مع نهايه الشهر ده تبدا المكنه تنزل وتبدا تمرر المواسير، ونكون انهينا ان شاء الله العمل الكبير اللي احنا بنعمله في منطقة سرابيوم.